يعني في البداية أولا أنا أشكر الأخ الفاضل وزير النفط والبيئة على الدعوة الكريمة وعلى كل الزملاء هنا بالبحرين. المؤتمر جدا مهم يعني في يتعلق ب يعني يناقش قضايا جدا مهمة وهي الماء والطاقة والاستدامة يعني تغير المناخ. المنطقة كلها الآن في يعني فيها اهتمام صراحة يتزايد من هذه الناحية، فهي يعني بدأت تصير رائدة في هذا المجال. ولا أخفى عليكم مثلاً إعلان المملكة العربية السعودية قبل أيام عن قيام تأسيس منظمة المياه العالمية، وأيضا هناك بالإخوة في الإمارات العربية المتحدة أيضا سينظمون إن شاء الله نهاية نوفمبر أطلع ديسمبر أيضا من كوب 28. بالتأكيد يعني إجابة لسؤالك، منظمة أوابك تهتم جدا بقضايا تغير المناخ وقضايا البيئة، ولها سهامات كثيرة في هذا المجال. قد يكون اليوم كون يمكن لقصر الوقت لم يكن هناك يمكن يعني مشاركة في التحدث في أو إلقاء الكلمات، ولكن بالتأكيد نحن في المنظمة يعني ندعم كل الجهود المشكورة التي يقوم فيها الإخوان هنا بالمملكة وعموما في هذا الإقليم المهم. يعني نحن نحتاج لكل أنواع الطاقة سواء إحفورية ومتجددة، فالمجال هناك متوفر للجميع. نحن أيضا في هذا الإقليم أو كمنظمة أقطار عربية مصدرة للنفط مثل 10 دول جدا مهمة بمجال النفط، كلنا ندعم جهود الطاقة النظيفة، بل نحن من رواد يعني هذه الصناعة، ولكن يجب أن ينظر إلى هذا الموضوع بعقلانية وبمنطقية، بحيث مثل ما تفضل الأخ من السعودية أنه تكون هناك يعني الموازنة. نعم، وبالإضافة إلى أنه إحنا نقلل من الانبعاثات. هي ما في شيء اسمه طاقة نظيفة وطاقة نظيفة، هو تقليل للانبعاثات المتوفرة في كذا منطقة سواء بالإنتاج أو بالاستهلاك أو بالهذا. هنا تكمن العمل، فأنت تولد طاقة نظيفة من جانب وتحسن وتقلل الانبعاثات على الطاقة الأحفورية، لأنه مثل ما يعني سبق وقلت نحن نحتاج إلى كل أنواع الطاقة، وإلا العالم سيكون في أزمة، لأنه الطاقة يعني لن ميزان الطاقة لن يكفي للجميع. إذا نزل النفط أو قصدي الوقود الأحفوري، فهذا سيشجع من استهلاك أكثر، فيزيد الاستهلاك والضغط عليه فترتفع أسعاره. بنفس الحالة على الوقود أو الأخضر أو الطاقة البديلة، ارتفعت أسعارها جدا، فهذا سيقلل أو يعني يرشد من الإنفاق فسرح أو من الاستهلاك فسرح تنزل. وهذا علما بأن أيضا الطلب العالمي سوف يزيد يعني كثيرا. نحن نتكلم عن معدل زيادة بشرية مهول بالعالم، هذا من جانب. والجانب الآخر أيضا سكان المدن
اليوم بالعالم كله سكان المدن فقط 55% من سكان العالم، يعني ناس عايشة في الأدغال في الصحراء في هذه اليوم لا تستهلك لا كهرباء ولا عندها وسائل نقل ولا شيء. 10% راح ترتفع هذه من 55 إلى 65% سيكونون في من سكان المدن، فهذه أيضا طلب جديد بالإضافة إلى الزيادة الطبيعية في تعداد السكان. فلذلك ليس هناك مجال للتفكير في أن سيكون هناك وفرة في أي نوع من أنواع الطاقة، نحتاج جميع أنواع الطاقة. أنا لا أمثل أوبك، أنا طبعا نعم أنا أوابك نعم، ولكن أنا أعلم أنه الإخوان في أوبك بلس دائما يقومون بعمليات استباقية وهدفها توازن السوق. فلذلك ترى أنه مع الانخفاض اللي تم لم تزد الأسعار بصورة يعني فاحشة. فأنا أعتقد أنه إخواننا في أوبك بلس يعلمون ماذا يعني يقومون فيه، وجهودهم محمودة وجهودهم مشكورة صراحة. ويعني كل هذه أيضا هي أمور آنية، يعني فقط يعني نظرة، هم لا يحددون أسعار يعني بالمناسبة، هم فقط ينظرون إلى ميزان العرض والطلب، ودائما يحاولون أن يكون السوق متوازنة لمصلحة الجميع. أنا أعتقد أنه الأسعار كون نحن الآن تقريبا راح نخلص من الصيف، أكيد الأسعار إن شاء الله راح تكون خاصة بالوضع اليوم، نشوف المخزونات والاحتياطات أشوفها يعني كأنها إيجابية، يعني ننظر لها إن شاء الله بصورة إيجابية، ولكن يعني هذا فقط اللي أعتقد، ولو يعني النظرة إيجابية بإذن الله.